اولا احنا خدنا لو تفتكروا اول المره اللي فاتت ازاي اعمل ادنج لتومر ريسيز ادنج لتومر ريسيز ازاي مستر ساعتها كان بيديني عامل كده مثلا وقلت لك كده كنا بناخد المرة اللي فاتت هل ينفع التومات ريشيستول ينفع أصلاً أعمل لهم آد ولا لا؟ يقول لك قبل أي حاجة هل الاثنين have the same order؟ هل الاثنين الأوردرات بتاعتهم زي بعض؟ يقول لك استنى هو إيه الأوردر ده أنا مش فاهم تعال فكر الماتريكس دي فيها كام رو وكام كولوم فيها كام صف وكام عمود تعال نبص ادي واحد اتنين يبقى اول حاجة تو الاعمادة وان تو ثري ده الاوردر يبقى يعني ايه تاني كده نفكر بعدين يعني ايه كلمة اوردر اوف ماتريكس نمبر اوف روز اند نمبر اوف كولومز عدد الصفوف هي الصفوف دي اللي بالعرض واحد اتنين تو الاعمادة وان تو ثري طب الثانية تعال نشوف الثانية 1 2 ادي يا مستر 2 1 2 3 مستر الاثنين نفس الاوردر اه 2 3 2 3 حلو قوي يقول لك ما دام التو ماتريسز نفس الاوردر ينفع نعمل ادنج يبقى ايه الشرط اللي لازم يكون موجود عشان اعمل ادنج يا جنة يقول لي يا مستر الاثنين يكونوا نفس الاوردر الحمد لله نفس الاوردر تعالى بقى بص هنعمل ايه بنجمع كل واحده في مكانها يعني كل واحده في مكانها بص كده التو مثلا كنا بنجمعها مين اللي في مكانها الناحيه الثانيه التو فتقوم انت حضرتك جامعها هتطلع فوق الثري مع مين اللي زيها الفور مين اللي في مكانها ده انا كلام المره اللي فاتت مختبوا كده بسرعه بس مستر نيجاتيف 1 مين اللي في المكان ايه زيرو مين اللي زي وثري وتو ده اللي احنا خدناه كده مش اللي خدناه كله طبعا دي حته خطف كده الباقي كده هنقعد نكرره مره قدام ده الجد سهل بس زي ما قلت كل اللي ما يعرفش الدرس هيحس ان الدنيا تايهه منه هنحلها لك بعد كده ما تقلقش الناس اللي عليها تنفعني طالب شكله كده دماغه حلوه هبعت لك الحصه هديه مني. النهارده بناخد المالتيبليكيشن. ايه بقى المالتيبليكيشن؟ ايه دي؟ ماتريكس مثلا وليكن اسمها ايه؟ وايه دي مثلا 2 3 4 0 وماتريكس اسمها بي ويقول لك البي دي مش عارف يا مستر وليكن نيجاتيف 1 2 0 3 0 4 ويجي يقول لي اضربهم لي عايزين اي بي يعني ايه بقى يا مستر اي بي بص يا اخويا اولا لازم اكون عارف شرط المالتيبليكيشن هو مش نفس الشرط بتاع الادنج لا يا فرح شرط تاني خالص ايه الشرط بص يا سيدنا هات لي الاوردر بتاع واحده واحده منهم يعني ايه يا مستر يعني بص كده يا حبيبي الايه مثلا اشوف الاوردر بتاع الايه كده كام شوفوا لنا الايه كده يا جماعه كام في كام ادي واحد اثنين صح وكم ايه يبقى الايه كام في كام 2 باي 2 هات لنا البي يا مستر البي 1 2 1 2 اول خطوه عبد الرحمن عشان اعمل مالتيبلاي اجيب الاوردرات جبت يا مستر الاوردرات الحمد لله الدنيا تمام الخطوه الجايه بص كده كويس على اعمله بص كويس الرقمين اللي في النص شايف الرقمين اللي في النص زي بعض هو ده الشرط فاهم يعني انا لو عندي علي اتنين ماتريكس عايز اضربهم اضربهم ازاي يا مستر يقول لي قبل ما تضربهم هل جبت الاوردرات؟ جبت الاوردرات. شوف لي الرقمين اللي في النص.
لو الرقمين اللي في النص زي بعض ينفع نعمل مالتبلاي. طب في الرقمين طلع مختلفين يبقى ما ينفعش. ايه ده؟ هو في مالتبليكيشن ما ينفعش؟ اه فاهم كده؟ سامعين؟ يبقى لو عندي يا مستر اوبريشن باي اعرف منين ينفع تتضرب او لا؟ يقول لي بص الخطوات اوردر والاوردر. قال لي الاوردر بتاع دي 2 باي 2 بس طبعا اللي خلي كلمه فتحه بصصه، والاوردر هنا 2 باي 3 وتشوف الرقمين اللي في النص طلعوا زي بعض يبقى ينفع تتضرب، ما طلعوش زي بعض يبقى ما تنفعش. طب دول هنا اللي خلي في النص زي بعض ينفع. تعال بقى نشوف الضرب. طب الضرب يا مستر بقى هيتم ازاي؟ بص بقى معايا خطوه خطوه عشان بيلخبط جامد. بص يا سيدي، انا هضرب الايه في البي صح؟ احنا قلنا مبدئيا إيه؟ شرط الضرب موجود، الاثنين في النص زي بعض تمام. تعال الخطوه الاولى، يقول لك احفظ بس الجمله اللي انا هقولها بالعربي. كل الصفوف هتروح تضرب كل الاعمده اللي هناك، كل الصفوف هتروح تضرب كل الاعمده اللي هناك. يعني ايه؟ يعني هتاخد صف صف. بص كده يا جن، صف صف، صف الاولاني اهو، سمعت اقول هيضرب مين؟ كل الاعمده اللي هناك. ابو هاب بالعربي عشان ما تتوهش، كل الاعمده اللي هناك. يعني هعمل الدايره على العمود ولا على الصف؟ عمود. سمعت اقول كل صف هيروح يضرب مين؟ كل الاعمده اللي هناك. اهو الصف رايح يضرب مين؟ العمود. طب نضرب السجل، خلاص عملنا الصف، يروح يضرب يا حنين مين؟ العمود. تعال بقى خلي بالك هنا من حته تاني، الاول في الاول والثاني في الثاني بالبلدي، يعني 2 في نيجاتيف 1 بنيجاتيف 2. طيب كده 2 في نيجاتيف 1 بنيجاتيف 2 بلس 3 في 3 ب 9. أول ضربة خلصت. تاني كده، كل صف هيروح يضرب كل الأعمدة اللي هناك. أنا بقولها بالعربي ليه؟ لأن طريقة الضرب دي بتتنسي جامد، يعني أنت أول ما تروح ممكن ما تعرفش تجمع. إيه اللي بيحصل؟ هتحفظ البعض مش تساعد. كل صف هيروح يضرب كل الأعمدة، فدي الصف الأولاني أهو يضرب أول عمود. طب هو ضرب خلاص؟ تمام؟ طب اللي ترجم كلامي بالعربي، هشيل دلوقتي الدايرة دي وهحطها على مين؟ ما احنا فهمنا الكلام بالعربي، كل صف يا ايات هيروح يضرب ايه؟ كل الأعمدة، كل الأعمدة. يلا استنى بقى، 2 في 2 بلس، ودايما بلس حط بلس على طول، انت وين حط بلس 3 في 0 ضربنا العمود الثاني الحمد لله. تفتكر مين اللي عليه الدور يضرب؟ معاه الرحمن الصف ده ضرب العمود، وقام رايح ضرب مين كمان؟ الثاني. ومين اللي عليه الدور يا خالد؟ الثاني. ادي يا مستر هقوم شايل ده كده. عشان كده بص بقى بقول لك على حاجه، الضرب ده بالذات محتاج قلم رصاص واستيكه في ايديك في البيت، سواء بتحل الامتحان بتاعنا او واجب. امسح واعمل، امسح واعمل لحد ما عينك تحفظ. يلا استنى نضربه. 2 في 0 بلا اشوف الراجل فكرني اهو، قال لي مثلا 30 3 في 4 الصف الاولاني عامل ايه كده؟ ضرب كل الاعمده عم بياده كله. مين بقى يتوقع الخطوة الجاية مين هيضرب مين؟ خلاص شفت العربي، كلمتين العربي اللي انا قلتهم دخلوا دماغك، خلاص انت عرفت انت هتعمل ايه، مش محتاج بقى المستر يحكي. المستر هيبقى عامل كده، وهننقل دلوقتي بقى العطا على مين؟ ما احنا قلنا كل صف يروح يضرب كل الاعمدة اللي هناك. استنى يا يابا، اهي يا مستر، هشيل بقى الصف ده خلاص كده دوره خلص، وتعالى هنا يا حبيبي. معايا يا جان؟ طب استنى، هيضرب مين هناك الاول؟
أول إيه؟ أول إيه؟ يا مستر ما حضرتك قلت الصفة هيقرأ كل اللي عملها. فور في نيجاتيف وان بلس البلس إيدي على طول عليه زيرو في ثري هننقل على مين؟ العضو الثاني اهي فور في تو زيرو في زيرو. طب يا مستر انا ما استخدمتش القلم الرصاص والاستيكة عينيك هتسيح في المسألة هتلاقي بس كل رقم في بعض لازم تقليه عشان تبقى باين من الاول ومن الثاني انا هتلقطش انا نفسي ذاتي لو شلت دي ممكن انا هتضرب واحدة غلط بس احنا خلصت شغلنا يعني انا هحفظ انت لسه طب استنى طب انا استنى اشيل دلوقتي الدايره الحمراء دي احطها على مين على الثالث صح مش قلنا بينا كل الاعمال ما كلام واضح اهو يا مستر شيلت يا حبيبي ده وحطيت الثاني اهو ماشي يا حبيبي يلا فور في زيرو بص انا بنسى الحل بقى وزيرو فور هي كده خلصت خلصت بس دي حاجه عايز اكتب لك عليها لسه هنحل عليها دي التلاته كمان لسه لسه بنسخن هنعملهم بلس اه هنجمع طبعا وطبعا جمعنا استنى كده دول يطلعوا كام ادي 7 4 12 نيجاتيف 4 و 8 0 خلصت شويه ملاحظات لسه طبعا هنحل زي ما قلت لسه بنسخن بس الاوردر بتاع الناتج ده الماتريكس دي كان في كام؟ ماتريكس كان في كام؟ 1 2 باي 3 حبيبي بص بقى الملحوظه اللي انت هتشوفها حالا دي بيقول لك ان الناتج بتاعك شايفين الاوردرات؟ شايفين الاوردرات كان فين؟ شايفين الاوردرات؟ لو خدت بالك هتلاقي ان الناتج بتاعك هو الرقمين اللي على الطرف استنى كده اللي هو يعني اثنين اللي على الطرف يعني ايه اللي على الطرف بص يا شايفين ده ايه ده يعني دي بالحظ كده لا دي مش بالحظ دي قاعده يعني لازم اتعلم بقى علم بقى الشرط الرقمين بتوعه بيبقوا موجودين فين؟ من خبال الشرط الرقمين موجودين فين؟ انما الناتج الرقمين بتوعه موجودين فين؟ يبقى انا احفظ ده الشرط الرقمين انا يا عم خالد اللي في النص الناتج الرقمين بتوعه بيبقوا فين؟ على الحرف ماشي قولي هو الشرط اللي ما فيهاش اصلا مستر الشرط بايظ مفيش ضرب مفيش ضرب طب نقول كده ابر يعني هديك حالا دلوقتي مثال بس استنى هقول لك عليه بس ده انا معاك بس الحته دي احفظها الشرط بتاعي موجود فين دايما في النص انما الناتج بتاعي موجود فين مستر انا مش فاهم حاجه حوار كبير تعالى بقى معايا كده نبتدي مساله ونبدأ بقى واحدة واحدة كده اصحى معايا حبيبي اكزامبل 1 بيج 6 طبعا معلش انت هتلاقي المسألة الشيفت رقم 6 7 لأن للأسف عشان دي الوقت ضغطين بعض الحصص في بعض اللي هي الحصص السهلة اسمعي بس ماشي بص يا بابا المسألة الثانية يا ولاد عاملة كده ادي ايه مش عارف 2 1 3 نيجاتيف 4 وعندك 0 4 بص يا حبيبي كويس والبي نيجاتيف 1 وكام؟ وال 2 اللي تحت 0 نيجاتيف 3 بص يا اخويا حط اول يلا كله يحفظ بقى نحفظ خطوات نحفظ خطوات ايه؟ بصوا بقى بالنسبه للالات وسامي راجل بتاع ماثيماتكس بدي ثانويه عامه اديك الاله دي لما ان شاء الله ربنا يكرمك كده وتكون بتعرف تخلص كل العمليات بايديك الدنيا تمام اقول لك الاله
طلب الثالثه ثانوي كان قبليك اهو. هي في الامتحان بقى ان شاء الله. الامتحان مش توفر وقت. انما انت حبيبي عندك وقت في الامتحانات والدنيا حلوه. ما تجيش تقول لي الاله الا في حاجات معينه. ليه؟ لان الاله هتنفعك في الارقام. انما الناس اللي بتكمل بعد كده انا جايب لك دلوقتي الموس خلي بالك انا تنفعك. لازم تتعلم تحل بايدك. لما ايدك تحفظ حل بالاله. انما تبقى انت حمار وبتحل بالاله ما تنفعنيش. خلي بالك انا حتى ما بديش ادبي. يعني كل مدرسين الماثيماتكس بيدوا ادب انا ما بديش ادبي. مش علمي. فعايز طالب بيه طالب بتاع رياضه. بس ما بيها ما باخدهمش. الضربه دي. مستر حضرتك كنت اصلا قبل ما نضرب حد فاكر اول خطوه في الضرب كنت بتعمل ايه؟ ضربتك في ايه؟ الاوردر. الايه دي الاوردر بتاعها ايه؟ سري. والبي الاوردر بتاعها كام؟ هات لي يا مستر اللي في النص. تنفع تتدرب؟ تنفع. الا صح. هي الاولانيه دي. لو كنت عملتها دي في ايه؟ بص يا جودي ايه بقى؟ هي البي كانت كام في كام يا ولاد؟ 2 في 3 صح؟ والايه كانت كام في كام؟ الايه كانت كام في كام؟ كده كانت ينفع تتضرب؟ ليه يا بابا؟ هما الرقمين اللي في النص زي بعض؟ الرقمين اللي في النص زي بعض ادهم؟ ايه ده؟ استنى بقى ده هستنى قاعده مهمه قوي حلوه. التايم مش زي بعض. التايم مش كوميونيتيف. يعني احنا طول عمرنا بناخد كان يقول لك ايه يا حبيبي؟ المالتيبليكيشن از كوميونيتيف الضرب ابدالي يعني ينفع تبدل. يعني احنا كلنا عارفين 2 باي 3 هي 3 باي 2. يقول لك مش في الماتريسيز. الضرب مش شرط يتم. يعني انا هنا يا جودي عملت ايه في بي ضربتها صح؟ لو جيت عكست ايه اللي حصل؟ بصت. ايه ده؟ يعني انا في الضرب لو بدلت الناتج يتغير ده مش بس الناتج يتغير ده ممكن ما ينفعش اصلا زي دي كده. يبقى اتعلم ان انت طول عمرك من اول ما عرفش 5 ولا 6 ابتدائي كنت بتاخد الضرب ابدالي. يعني يا حبيبي ينفع نبدل 2 باي 3 هي 3 باي 2 وخدتها في اعدادي وخدتها في الراشنال والانتجر والريل وكله. هنا الماتريكس لا الضرب مش ابدالي. عشان بقى. طب تعالى بقى. تاني مره نضرب ونصحى مع بعض كويس قوي. خطواتك يا احمد بص كويس كده يا احمد. يلا. اول خطوه يا مستر بص يا حبيبي. كل صف هيروح يضرب كل الاعمده. كل صف هيروح يضرب يا جنى كل الاعمده. يلا اول صف يا مستر مع اول مين هناك؟ مع الرحمن. طبعا الدوائر بتخلي عينيك ما تتلخبطش عارف مين في مين على طول تخلص. 2 في نيجاتيف 1 بلس 1 في 0. حتى فاكر كنت بشيل الدايره احطها على مين؟ اسمع كده يا خالد. بص يا حبيبي اهي يا بابا اهي يا حبيبي صح يا جدع؟ طب يلا انا هسالك سؤال هنا مهم قوي خلي بالك. يلا بس نضربها الاول 2 في 2 بلس 1 في نيجاتيف 3. لو ما حطيتش القلم على الدوائر كده هتلبس كله ببعضه وهتلاقي نفسك قاعد في البيت. انا مش فاكر ايه اللي كان بيحصل. قلم الرصاص ويطبق كلام المستر بالعربي ماشي. اسالك بس اوضح لك حته. هو انت يا مستر عليك لما تضرب دي في دي الناتج يتحط على جنب ولا يتحط تحت؟ هفهمك الليله عشان في ناس عارفه تضرب بس مش عارف الناتج تحطه فين. هو احنا كل ده في الصف الاول صح؟ اه. مش حضرتك يا مستر لما تضرب الصف الاول؟ ايوه. يبقى النواتج كلها في الصف الاول. تاني كده؟ مش ده؟ بتضرب الصف الاول يبقى النواتج كلها فين؟ يعني النواتج كلها على جنب طبعا. طب ضربنا الضربه الثانيه اللي خلصت خلصت صح؟ طب اسالك سؤال. طب ما فيش عمود ثاني؟ لا. يعني ايه الصف الاولاني دوره خلص صح؟ هي اللعبه كلها عباره عن ان الصف بيروح يضرب هناك كل الاعمده.
خلص على العمود الاولاني ام داخل على الثاني ام مجوده هات الثالث مفيش ثاني. يقوم يعمل ايه؟ يقول لك عامله طبعا هو رايح من دلوقتي الصف الاولاني دول خلص ضربت يا مستر اللي هناك كله فبتبقى عامله ازاي؟ يقول لك خلاص يا حبيبي تعالى كده مستر مش انت الصف الاولاني دول خلص بتبقى عامله زي المصارع كده بيسلم على ده يروح يستلمه. يعني انا كصف رحت لعمدة ضربتهم كلهم هم عامل ايه؟ الصف اللي جنبي روح اكمل عليهم. ايه دي الفكره باختصار؟ معايا سيف؟ دي باختصار عشان بفهم الفكره. احنا الصفوف قاعدين وهناك الاعمده. روح انا اول صف اهو روح كونتهم كلهم. قمت عسل بعد كده؟ تعالى اقعد الصف اللي جنبي، الصف الثاني بقى روح اضربهم انت كمان. تعالى اقعد روح اضرب كل صف بيروح يكون اللي هناك كله. طب باختصار عشان تبقى رابط الموضوع في دماغك هي يعني مش كلمه للابتسام. انت بتبقى حافظ خلاص الصفوف بتروح كده يلا. هات بقى الصف الثاني كده بيبقى اهي. استنى هو انا هقطع في العمود الثاني على طول؟ لا خلاص بقى احنا هنرجع من الاول الفيلم هيرجع ثاني. يلا يا حبيبي مستر حط لنا بس على العمود عشان احنا على الله. سيريف نيجاتيف 1 بنيجاتيف 0 بلس بلس مستر بينز نيجاتيف 4 في 0 خلاص يا بابا ادي الثاني يا حبيبي امسح ده بقى. طب هتقول لي مستر هقعد امسح واشرح لا صح بدل ما تفتي سيريف 2 بس استنى الناتج اتحط فين يا ابني؟ هو مش حضرتك في الصف الثاني؟ يبقى المواد كلها هنا سيريف 2 6 بلس نيجاتيف 4 في نيجاتيف 3 خلصت هي العامله خلصت بس الصفوف لسه في واحد نفسه يضرب اهو نفسه يضرب. تعالى يا حبيبي خد دورك هات ده معاك اهو خلاص كده روح يا حبيبي اضرب عمو هناك اهو بص يا بابا تسيبه كوره اهو بتضرب مين؟ الاولاني الصف الاولاني ها؟ هيضرب ده يا بابا زيرو في نيجاتيف 1 زيرو بلس 4 في زيرو زيرو اقوم شايل الدايره اهي وجبتوا اهي وتقوم جاي ده هنا اهي وجايبه على التو السرير وعم ولا نيجاتيف سرير يلا يا مستر واحده واحده كده ده زيرو صح؟ زيرو في 2 بزيرو بلس 4 في نيجاتيف 3 نيجاتيف 12 وجمعت وخلصت حد فاكر الناتج بقى يا اصحاب عيال؟ 3 استنى مستر معاد يا ايه؟ 1 2 3 3 باي كم؟ استنى ما راح اتقتل كده احنا قلنا النواتج موجوده في استنى كده فين استنى ايوه صح ايه طب نحفظ بقى القاعده كويس شرط الضرب نراجع بقى اللي احنا قلناه شرط الضرب عشان نقدر نضرب لازم يكون الرقمين اللي في النص في الاوردر زي بعض يا ابو عز مستر خلص عرفنا الحمد لله الشرط موجود اللي بعده قال لك عشان تضرب عرفنا خلاص يا اولاد بنضرب الصف في كل الاعمده بضرب الصف في كل يعني ايه يا مستر في كل الاعمده اقول لك يا حبيبي يعني تاخد صف 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 يروح يكوم اللي هناك كله ويرجع يسلم على زميله ويروح يكوم اللي هناك انت عارف المشكله مش في الضرب لا ده باين ان انت ما تغلطش فيه الكارثه بتيجي في مسألة زي اللي بعدها دي هي دي بقى المصيبة يجيب كده بص يلا 2 نيجاتيف 1 و 3 بص بقى الكارثة ويقول لك اضربها لي كده كم؟ مالينا مش مهندسة قلنا كده طيب خلاص انا عايز اضرب دي عبد الرحمن الضرب مبدئيا انا عندي في المالتيبليكيشن كونديشنز ماست بي ساتسفايد لازم الشروط تكون متحققه اول حاجه الاوردر اسفل الاوردر تجيب ابو صف ده
شو اقول لك سريف 1 شو اقول لك في سريف السبوط يا حبيبي 1 2 3 عشان الناس اللي ما حضرتش الاوردرات في فصولها او في دروسها افتكر استنى 1 2 3 استنى اشوف الرقمين اللي في النص كده مستر الرقمين اللي في النص ايه ايوه في ناس بدات تتوقع حاجه غريبه هتحصل في الاخر شوفوا ايه الرقم عايز بقى حاجه غريبه اشتري محمد ابو التروف مش ماشي تقعد هنا ما تنطفش معاك الباشمهندس الكبير التاني ماشي بص يا حبيبي مش ده صفه فاهمه يلا 2 في نيجاتيف 2 نيجاتيف 4 بلس نيجاتيف 1 في 1 بلس سيريف 4 كده الحمد لله الضربه خلصت ها طب الصف راح ضرب العمود ده هات اللي بعده بقى مفيش بعده هو كان واحد هي الخناقه اصلا واحد على واحد طيب مفيش اكتر حد هناك تعالى بقى نجيب الصف الثاني ايه ده بقى ده كده بقى يا استاذه ملك ده على كده المساله خلصت هو مفيش غير صف وعمود وضرب مفيش تاني مفيش تاني طب الله ايه طب ما تيجي نجمع نيجاتيف 7 ايه ده حاجة غريبة قوي ده نظرية يا باشمهندس الناتج 7 ده رقم 1 ما انت المفروض كنت عارف من الاول مستر كنت عارف وانا اعرف من الاول ازاي يا مش انا قلت الناتج الرقمين اللي على الطرف استنى كده شايف الرقمين اللي على الطرف كانوا كام يعني المفروض انا يا حبيبه عارف الناتج من قبل عارفه دي ولا شيء وهاتي بس واحده اثنين هاتي اثنين يا شيخ هاتي للرجاله هنا بصي يا خلي معاك الباقي مروان بصلي بعد عينك بقى على اللي بعديها شكلها غريب حاول تفهمها قبل ما احلها اللي هي اكزامبل 2 المسألة دي اصلها لا مش سوري 3 عاملة كده يا بابا بص كده المستر عامل فيها ايه ان الاي والبي وده ايه ده بديك حاجة غريبة هو كمان ده بيديك الضرب يا نهار ابيض استنى كده ايه ده ازاي الكلام ده بص يا اخي مساله ايه ده الراجل مديني الايه ومديني البي ومديني البرودكت الضرب مرة عامل ايه يعني انت مديني حضرتك الايه والبي والضرب بتاعهم اسكت يا لا اسكت يا لا معانا كده بالعافيه ماشي الواد اللي جنبك ده ان شاء الله مش هنشوف خلاقه هنا تاني باذن الله بص يا بابا اتصرف على عمله ماجده اللي قالنا مكانك مش هنا هنعمل ايه يا مستر طب ما هو ضاربه اصلا امال انا عايز نعمل ايه لا ما انت لو ركزت كويس هتلاقي ان المساله فيها رموز بص يعني هو انا هديك الاثنين والناتج بتاعهم هم ما انا خليك تعمل ايه يعني تسقف مفيش كده هتعمل ايه يا حبيبي بص يا اخويا هو عايزك تضرب هضرب ليه يا مستر ايوه لان في موس لازم تتجاب في موس لازم هتتجاب طب تعالى يا عم معاذ نضربهم يلا يلا يا مستر حضرتك هنضرب الايه والبي خلي بالك استنى كده مش هنتاكد بالشرط يقول لك شرط ايه يا ابني ده هو اصلا ضربها يعني اكيد الشرط موجود
استنى كده تاني يا مستر هو اصلا ضربها لي يعني اكيد الشرط خلصان مش محتاج ان انا اعيد يلا نخش على الضرب على دول صف في عمود صف في عمود بص يا بابا ادي اهو الصف ويلا نضرب في اول عمود كده وربنا يوفقنا بص يا اخويا 2 في اكس بلس 3 صحيح معايا 2 في اكس 2 اكس و 3 في 1 الضربه الاولى خلصت هات الثانيه دي بقى فين استنى هات اليمين العمود هنا يا مستر بقى 2 في 0 استنى يا رب الاجابه تحت ولا على جنب؟ لا ولا غيرت الصف؟ لا انا مش لسه في الاولاني مستر 2 في 0 0 بلس و 3 في 1 انا اتهيألي ان المساله خلصت مفيش حاجه تانيه اضربها الاعمده خلصت والصفوف كمان ايه؟ مستر المساله فيها رموز طب اعمل ايه؟ يقول لك يا ابني انا مديك الناتج. انا مديك الناتج يا ادهم. الناتج فين؟ ما تقول 9 و 6 9 و 6 طب استنى بقى اما افكر